السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه خلصنا شغل و راح توكل على الله نروح للبيت، ومثل ما وعدناكم اليوم محاضرتنا على شيء ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انسد الراديو. موضوعنا اليوم على اسباب، شنو اسباب او شنو إذا واحد يصير عنده ألم بصدره شنو ممكن يكون؟ يعني راح انتظر شوية بلكي يجون الأخوان. يعني نريد نسولف، طبعا هاي كمل الشغل، هاي راح أطلع عليها هسه تقريبا 40 دقيقة عن البيت الطريق. إيه هنا الحزام لازم، اجباري هنا الحزام لازم. ايه نسولف على اسباب الالم الصدر، اسباب الم الصدر. من ضمن اسباب الم الصدر اني اقسمها، يعني اني اقسم اسباب الالم بالصدر الى قسمين. القسم الاول قسم نفسي، والأسباب الثانية هي عضوية. يعني من البداية خلينا نفصلها السالفة، إنه أكو ألم صدر بسبب حالة نفسية، وألم صدر بسبب حالة يعني أكو خلل بالجسم، على مود نقدر نشرح تفاصيل أكثر. الحالة النفسية، شنو الحالة النفسية؟ ليش الحالة النفسية يصير واحد عنده يعني ألم بصدره؟ هي شوف، الحالة النفسية ممكن تسوي أي أعراض، أعراض أي مرض، يعني كل الأمراض ممكن تصير بالإنسان. يعني ممكن واحد يصير ألم بطنه، ألم بصدره، ألم براسه، هاي كلها الحالة النفسية تقدر تسوي. يعني إذا واحد صار عصبي أو سمع خبر مو زين وصار ألم بصدره، ممكن أنه يكون أكو لا سمح الله يصير عنده جلطة أو ذبحة مع هاي الحالة النفسية، ممكن يصير عنده، بس مو شرط. يعني خصوصا الشباب، البنات والولد الصغار عمرهم أقل من 30 سنة وما يدخن فد هبطة أو حالة نفسية صارت وتلقى لزم صدره، يعني لا تقلق بهالشيء. يعني احنا كنا بالعراق هواي يجون بنات وشباب يعني صار عندهم ألم صدرهم بهذا العمر، فهيها حالة نفسية. بس إذا واحد كبير بالعمر ويصير هبطة عنده، ويصير مثل ما حكيت لكم البارحة يصير هبطة عنده بصدره، لا سامح الله، لا لازم واحد يروح يراجع نفس اللحظة مالت الألم، يعني لا ينتظر. هاي الحالة النفسية اللي سبب الآلام الصدر عند الكبار وعند الصغار، فصلنا لكم. يعني نجي على موضوع الأمراض العضوية، يعني أمراض بالصدر ممكن يكون بالأعضاء مال الصدر. نجي أنا تعلمتها وعلمت نفسي وعلمها دائما طلابي هسه، أني انظر إلى جسمك بشكل طبقات من الخارج إلى الداخل، يعني من الجلد وانت نازل للعمق، يعني ما تنسى اي شيء ما تنسى اي شيء. انا اقول للطلاب مالتي والاطباء اللي يتدربون جوا، يعني لا تنسى اي مكان، اي سبب ممكن يسوي الام الصدر. فانظر اول شيء لازم واحد يبوح على الجلد زين. الجلد ممكن هذا الجلد اسباب ال يعني عنده احتمال بد إصابة فيروس، أكو فيروس الزوستر جوز ضاربة فيروس بالجلد وهو هذا دي يسوي ألم. جوز فد شيء ثاني بالجلد هو هذا دي يسوي ألم، ويجي للدكتور يا عندي ألم هنا، والدكتور ما يطلع ما يشيل غريبة ويشوف يفحص. لازم يفحص، ما بيها عيب العلم، يعني لازم يفحص حتى المرامين زين، لازم يكشف الجهة اللي توجعه وينظر الدكتور على نظرا للجلد. مو مثل امهاتنا يعني
بالقرية هاي تروح عبايته وعيب والدكتور ما يصير يكشف عليها. لا يعني هذا العلم ما بيعيب، هذا لازم ضروري انه ينظر الطب. فالجلد ممكن العلة هي بالجلد مو مكان ثاني، وراها ورا الجلد تحت الجلد. شنو تحت الجلد؟ تحت الجلد اكو عضلات وعظام واعصاب وشرايين جلدية يعني. زين هاي يعني شنو ممكن يصير بيها هاي الاماكن؟ هاي الاماكن او هاي الاعضاء، العظم خصوصا اذا واحد نايم بالليل ونايم عوج او شيء هذي ويقعد الصبح عنده الم، يقدر تتحسس، انت تقدر تتحسس الالم يعني، تحط ايدك فوق المنطقة مال العظم تتحسس اكو الم. زين ينحس ليش؟ نايم وحاط ايدك جوا قلبك يعني مثلا هاي وصبح الصبح يعني هاي، او مثلا جيت منشول وكحة قوية، الكحة هم ينسوي شلون يعني تشققات بالعضلات مال الصدر جزية هاي اللي دا يسوي لك الم، او تمرنت مثلا جيت ما متمرن فترة وقمت تتمرن وصار عندك الم، هاي يعني هاي الام بالعضلة والهيكل العظمي. نوبات حركة غلط تصير بالإيد، أكو عصب بين كل بين أكو عصب ما بين كل ضلع، جزء يعني هم يعني هناك صار سبب إنه يعني صار تضيق على العصب هذا ويسوي ألم. وهذا عادة الألم ممكن إحساس الألم، وعادة الباراسيتامول، الحب الباراسيتامول براستول بالعامية أو البانوديد يكفي يعني تاخذه ورا نص ساعه ساعه يروح الالم. وعاده هذا ما ينتقل لمكان ثاني يعني ما ينتقل للفك مالتك، ما ينتقل للايد مالتك الثانيه، ما ينتقل، ثابت بمنطقه واحده، نوبات بصبعك ايش تقدر تلمس الالم. هاي ضروري هاي على مود واحد يميز بين الالم الم والم. نوبات كيس مي حار تخلي عليه يهدأ الألم هذا همين. فولتارين جيل تقدر تدهنه همين يروح يعني إذا طول، إذا الباراسيتامول ما كفى وطول لا همين في تقدرها. هاي من الأسباب اللي تسبب ألم الصدر. فالدكتور عادة المفروض هو يباوع الجلد ويلمس الجلد وتحت الجلد شكو يعني اكو الم هاي لازم، مو هيجي صراحه. احنا هنا بالسويد المريض يعني انا المريض مالتي عندي تقريبا 40 دقيقه الى ساعه وياه بالاستشاريه، يعني 40 دقيقه اقعد انا وياه بالاستشاريه، الغرفه مسدوده بس انا وياه. بالعراق اتذكر انت انت عندك 40 مريض بالدقيقه كلهم فوق راسك بالاستشاريه. وحتى هسه بالعيادات، من مريت العيادات بالعراق، انت بالعيادات الاهليه هي طبيب واحد وهلقه صايره عليه ما شاء الله. فما يعني الله يساعدكم انتم بالعراق، فانا اعلمكم انتم العراقيين على مود تتعلمون الطب، كل واحد يريد يصير طبيب، صيروا اطباء نفسكم، سالوني هنا اذا انا اقدر اساعدكم بها هاي الامور مال القلب. انا اختصاصي قلب وشرايين، ما اقدر اساعد بكل شيء بالقلب والشرايين. نستمر بخصوص يعني الآلام الصدر. إذا امرأة تعرفون عندها مدة الثدي، هاي حالة يعني خصوصا بالعمر، بتصف العمر والكبار، ضروري إنه هي يعني نوبات لا سمح الله سرطان الثدي، يبلش في ألم بالصدر. أول علاماته هي ألم بالصدر، جوز مو يعني تحس السرطان يا ستار، أو تحس أول مرة تحس إنه ألم السرطان بعدها صغير. ضروري النسوان مالتنا تفكر بهذا الشيء وتفحص نفسها هي حالها وتروح على طبيبة نسائية إذا شك أكو أنه هذا، مبكرا لا تتأخر يعني، خصوصا إذا أكو بالعائلة سرطان الثدي لأن هذا وراثي. نعم وراها عبرنا الجلد، عبرنا العضلات، عبرنا الصدر، عبرنا العضلات والعظام، جوا ال يعني هذا اشرح لك هسه، اشرح لك المقطع
جوا العظام مال الضلوع، يعني انتم اكيد ماكلين هسه طلي مال الضلوع مال طلي، نفس الشيء والله نفس الشيء. احنا جوا اكو اغشيه، اغشيه شنو اغشيه؟ يعني مثل الجلفطه كنا نسميها بالعرب، هذا غشاء، هذا غشاء يسمونه غشاء المغطي للرئه. هذا الغشاء ممكن يلتهب همين ويسبب آلام كلش قوية، يعني من تأخذ نفس يسوي الألم عندك. هذا عادة بالشتاء يصير، مثل واحد منشول وكحة وهذه يصير عنده هذه الحالة، عادة مو مال صيف. وإذا تجي نشلة بالصيف همين ممكن تجي، يعني هذا يسمونه التهاب للأغشية المحيطة بالرئة، يسوي ألم قوي من تتنفس بالعمق زين عيني. وعلاجه هو بس يمكن باراسيتول ويكافي، واحتمال نوبات يضطر الانسان يطيب انسولين كبسول اذا حراره عاليه وياه وسخونه هذا زين. اذا ندخل بعد بالعمق تحت الغشاء مال المغطي للرئه موجوده الرئه، يعني التهاب الرئه والقصبات، ممكن هذا هم يسوي الم بالصدر، كحه ونشله زين عيني. هذا اهم شيء انه هو شائع بالشتاء مؤسس بالكورونا، همين الكورونا فيروس اللي هو هسه دا يصير عند ناس، يصير عندهم ضيق نفس والم بالصدر وما يقدر يتنفس وبسرعه يتدهور حالته ويموت. فالتهاب بالرئة والتهاب بالقصبات يسوي هذا ممكن ألم بالصدر. أكو حالة، أكو طبعا داخل الرئة شكو، هي مو بس قصبات ورئة، أكو شرايين. هاي الشرايين ممكن يصير بيها خثرة، ممكن ما سامع بيها، مو شغلة يعني شائعة بالعراق. هي ليش مو شائعة بالعراق؟ لأن ما تشخص بالعراق، لازم هي اذا تشخصها لازم تسوي اشعه وهي ملونه للوريد الرئوي. احنا بالعراق وين اكو الاهلي هسه؟ اكو حكومي بس ما يعني هو هذا اللي يعيش، يعني اذا صارت عنده جلطه بالرئه يعني اثرها هي يصير جلطه بالرئه، اذا صارت خثره بالشريان مال بالشريان مال الرئة وصار تخثر هناك وانت ما لحقت عليه لازم احتمال يموت، احتمال تفقده يعني الشخص. فضروري انه يعني احنا بالسويد هنا يجي رأسا نسوي له اشعة، واذا تأكدنا من هذا نطي أبرة مموعة، يعني هاي الأبرة كلش يسوي تمويع كامل مال الجلطة هذا، واغلبيتهم لحق عليهم بيوم يموتون. فبالعراق للأسف ما موجودة هاي القابليات، فهاي يسمونها جلطة الرئة، هم يسوي ألم بالصدر، هاي همين من أسباب الألم بالصدر. نستمر وياك هسه، أنتم دا تنتظروني على اختصاصي، دا تقولوا دكتور وليد أنت دا تروح وترجع وما توصل للقلب. أي مو أكو أعضاء هواية بالصدر لازم نتعلم عليها، مو كلها قلب، والطبيب الذكي لازم يعرفن كلهن على مود يعطي تشخيص صحيح وعلاج صحيح. حياك الله، حياك الله، حياك الله اخي تحرير، مشتاقين مشتاقين، حياك الله. فنرجع الموضوع المرق، المرق هم بالصدر مالتنا. المرق ايش بيه؟ شو يصير بيه من الامراض؟ انه بيسمونه التراجع المرئي، يعني حموضة وجالي. هاي اذا ما يوصل لهنا الاكل مال المعدة او الحموضة مال المعدة، اذا ما توصل لي فوق للهاي ما تحسها حامضة، اذا للنص بس وصلت للنص راح شو تحس انت؟ تحس انه اكو الم هنا بقلبك، حرورة بقلبك، انت حسبالك قلبك ولا هو هذا شنو المرئ مالتك، يعني عندك الجالي ده يصعد فوق.
شلون تعرف الطبيب؟ لازم يدق يعني يدوس على المعدة مالته يشوف عنده ألم على المعدة لو لا، ومو شرط كلهم عندهم نوبات، ما نعرف هاي الحالة، نوبات ندخلهم احنا مراقبة من المستشفى، ونوبات نعطيهم تجربة، نعطيهم علاج فوار مال المعدة، نشوفه إذا راح الألم وارتاح يعني نقول عاد هذا الحالة مالته. زين عيني؟ فهذه خلوها ببالكم، اللي يدخل خصوصا هواية يصير عنده جالي هواية هاي الحالات، خصوصا رمضان ورا رمضان ورا الفطور. أتذكر جيت مستشفى النعمان ورا الفطور الطوارئ هيك تصير لحم، كلهم يجون ألم بالمعدة وجالي لأن الأكل طيب على الفطور، ويأكلون زيادة وتدخين رأسين وتنقلوا بمعدتهم. وهاي هسه ورا الفطور تصير عندكم يعني احتمال، خصوصا البطنة كبيرة، هو هذا اللي عنده كرش كبير دائما عندهم يصير فتق بالحجاب الحاجز ويصير عندهم جالي هواي مشاكل هاي. ايه فهاي احتمال مو جالي، احتمال مو جالي، احتمال بس تقلصات بالمرئ، حالة نفسية ما معروفة، كنوبات حالة نادرة انه هو المرأة يتقلص قوي ويسوي ألم، نوبات تشرب مي ويصير عندك الحالة هذه تحس ألم هنا غلط بالتقلصات مال المرأة ويصير ألم هنا. بعد شكو بالقفص الصدري، بيك وشريان الأبهر، هذا الشريان كلش مهم، الله هذا أكبر شريان، هو العرق مال الإنسان، هذا يطلع من البطين الأيسر ويغذي الدماغ والجسم كل ما عدا الرئتين، يسمونه دورة الدم الكبرى إذا تذكرونه. هذا الأبو عنده ضغط، اللي عنده ضغط وما معالج الضغط أو علاجه ما مضبوط، ممكن هذا الشريان يتوسع يعني يصير أوسع من الطبيعي، هذا يشوفونه بالسونار بالإيكو أو بالأشعة، مو الأشعة لازم ملونة انفراس. هذا اللي عمره فوق 65 سنة وضغط ما معالجة ويدخن يصير عندهم هذا الشيء، هذا يا سامح الله ممكن يطق ينفجر، صعد ضغط بساعة ويطق وينفجر ونشوفهم هنا. هنا الطب سريع، هنا خدمات سريعة، يعني يوصل المريض بلحظة يعني السعاف تروح تجيبه تجيب ليها للمستشفى خلال 10 دقائق من أبعد مكان، لأن هنا مستشفياتهم مغطية يعني بحيث أنت ما تطول يعني بالإسعاف 10 دقائق عن يعني بالميت نص ساعة تجيبك الإسعاف للطوارئ، وهذا إذا بقرية أكو قرى هيك بعيدة جدا، بس المدن الصغار وهيك أكو طوارئ بيها، فيجيبون ياهم دولي اللي طاق الشريان مالته. هذا شلون يجي ألم؟ أول ما يضربه ألم هنايا وبين كتوفه، بين كتوفه، لأن هذا ينشق الشريان، يضربه نص ساعة ساعة ونو بيهدأ، وراها إنه ينفتح الفتحة مالته جوا وعلى البطن ينشق كله ويطلع دم. بالعراق ما شخصه بالعراق يموتون، يجي للطوارئ من يسوي له أشعة خلال نص ساعة ساعة؟ والله شروب صدر يتشون تخطيط، هذا عنده ذاب حجال طويتون علاجات انه هذا طبعا اكبر غلط، وهو عنده شريان مفتوح وتطي مموع مال دم، يعني الله افتحها طلعت الدم كله من الشرايين مالته وذبحته. هاي بالعراق تصير، ليش تصير؟ لان ما عنده اشعة لحظة، لو يوصل يعني سبحان الله، لو يوصل ميت لو يوصل حي لله، بس هنا يشغلونهم عملية، يسوونهم عملية، حتى بالسويد نسبة الموت عالية، يعني بالمستشفى يجيك الهاية زين وجوز يموت، يعني جوز يموت. فهاي الحالة هم يعني انتم شديد سوى واحد بالعراق او هنا هو حظه، بس اللي عالج الضغط مالته ما تصير عنده هاي الحالة ان شاء الله. واكو وراثة بيهمين، دولي يسمونهم مارفان، دول طوال فوق المترتين طويل عمره،
وعنده يقدر يقلص العضلات المفاصل مالته بحيث يقدر يدخل بوري. دول هم يصير عندهم هاي الحالة، طويل جدا يصير فوق المترتين، هاي الوراثة يصير عندهم. نكمل موضوع أسباب الألم بالصدر على ما أخذنا الوقت. غشاء المغطي بالقلب، هم غشاء هذا أكو نفس الغشاء المغطي بالرئة، هذا هم ممكن يلتهب، يسمونه التهاب الغشاء القلبي. طبعا هذا شلون علاماته؟ هذا علامات يصير ألم عندك بالجهة اليسرى فوق القلب، يزداد بزيادة التنفس ويقل من طلع التنفس، يعني من الشهيق يزداد الألم وبالزفير يقل الألم، ويا يعني صفونة عادة، يعني عندك التهابات يعني برد، نشلة، كحل، التهاب مجاري، سهال، كلنا هاي، ويصير عندك التهاب. طبعا تخطيط القلب يبين يعني للذكي والشاطر للطبيب، تخطيط القلب رأسا يعرف انه يقول لك هذا انت عندك التهاب. علاجه ما له علاج، هو يطيب هذا اغلب الاحيان، بس مشكلته نوبات يجمع مي حول القلب، فلازم واحد يسوي سونار ايكو مال القلب، وضروري انه هذا الشخص 4 أسابيع إلى 8 أسابيع يعني شهر شهرين ما يتمرن بالجيم ولا يتعب القلب، ياخذها راحة شهر شهرين اذا صار عندك هاي الحالة، لان احتمال يموت الشخص اذا تمرن بالجيم وعنده هاي الحالة. ويا ما صاير الشباب يقول لك شاب مات ما اعرف السبب بالعراق، وانا بالعراق جدا ما نعرف السبب يموت، لان ما يجي للمستشفى، يصير عنده ألم ما يجي شاب زين ويموت. هو تخطيط القلب كافي انه واحد يعني شوفه. هسه طبعا اكو سبحان الله يعني هسه قامت اكو اجهزه يعني انت بالبيت تشتري جهاز تسوي تخطيط قلب وتدزه للدكتور، يعني ماكو داعي صارت تروح للطبيب. هسه عندنا احنا مرضى هنا بالسويد ياخذ تخطيط قلب ودز ليه، انا بالانترنت يعني اقرأ واجاوب عليه زين. نتمنى انه يصير بالعراق، ويعني والله يساعدنا هذا الشيء، طبعا نقدر نفيدكم همين به، نقدر نشوف تشخيصكم. وهاي هو الجهاز تقريبا $100 هنا يباع بالسويد، اعتقد بالانترنت يمكن واحد يبحث عليه يقدر يشتري. بعد وراء هسه احنا وين وصلنا تقريبا للقلب، قمنا نقترب على القلب. قبل ما انسى، اذا واحد يصير عنده ديسك بظهره هم يسوي الام في الصدر، اذا ديسك يضربك من الظهر ممكن حتى يضرب الالم من قدام، فلازم الدكتور مالتك يحس بالظهر، او انت اكو واحد اخوك يشيك فقره بين فقره وفقره، اذا هناك الم يدوس بها زايد يضرب الدمار عندك قدام، هذا هم من الناس يسوي آلام بالصدر. وصلنا القلب، القلب يقسم كالتالي، الرقم أول، رقم واحد عفوا، هي حالات الآلام بسبب الذبحة الصدرية والشرايين، وأكو آلام بسبب اضطراب دقات القلب، يعني حالتين زين عيني. نجي على اضطراب او الذبحه الصدريه، هاي اسهل عليا نشرحها لكم زين. يعني الذبحه الصدريه شنو هي؟ هي شنو؟ اكو تضيق بالشريان التاجي، التاجيه، هي اكو شريان ايمن وايسر وتقسمن مثل الشبكه، اكو تضيق بواحد او اثنين او اكثر، بس هذا التضيق مو كلش حاد، يعني ما مسدود المجاري، ما مسدوده 100%، مسدوده خلينا نقول 70%، يعني من انت قاعد وساكت وهذه ما يصير ألم عندك، بس تطلع تمشي او تشتغل او تاكل اكله دسمه يصير عندك ألم، لان الدم بعد ما اللي يعبر بالسبعين هاي التضيق ما يكفي للقلب، ترتاح يروح الألم.
تاخذ حبه تحت اللسان او بخاخ تحت اللسان، هذا موسع الشرايين، يروح الالم. الالم شرط ما يبقى اكثر من نص ساعه، لان من دخل من الالم صار اكثر من نص ساعه صارت جلطه مو ذبحه. والجلطه معناها شنو؟ عضله القلب ماتت. وهذا مريض يصير، لان نتائج موت عضله القلب هو عجز القلب وقصر العمر. فالذبحه هي شلون نقول انذار عندك؟ الانذار الاول لامراض القلب والشرايين هي ذبحه صدريه. يوم من الايام طلعت تتمشى تركض، هاي اكلك وصار عندك الم، وهاي يعني الالم شنو علاماته؟ الم بالصدر، حروره، ضغط، ثقيل، طابوقه على صدري، يعني يختلف حتى حسب الشخص، حسب الشخص الاحساس مالته مال الالم مالته. هذا ضيق نفس يصير عنده وينتشر هذا الالم، يا اما للركبه، للسنون، للحنج، للظهر، او يروح لليد اليسرى، او على اليد اليمنى واليسرى، على البطن هم يرجع نوبات. هذا هو الذبحه الصدريه، هاي علاماتها. يجيك المريض يقلك يعرق، بيعرقها وياها، نفسه يضيق، يقلق، لعبان نفس، نوبات، دايخ، دوخه، هيك يصير. ظل يمكن تظلم الدنيا بعيونه، يريد يوقع اذا واقف هو. هاي علامات الذبحه، بس شرط انه هي مو اكثر من نص ساعه تطول. زين عيني، مو اكثر من نص ساعه. واذا ياخذ بخاخ هو مره واحده هم زين، يعني هاي ذبحه. بس اذا اخذ بخاخ مره او حبايه ما فادته وحط الثانيه والثالثه يلا فادته، هذا هم يعني شغلته ماشي على باتجاه الجلطه. زين عيني، باتجاه الجلطه، يعني هذا مو مال بس ذبحه. الذبحه هي انذار، اول انذار لك، لازم انت تخلي بالك، لازم تراجع طبيب ويعالجها. وان شاء الله اجيكم موضوع ثاني ساعه ثانيه على ذبحه صدريه وعلى الجلطه بس هذا اريد اذكرها يعني على مود تبقى ببالكم. والجلطه، الجلطه هي موت عضله القلب، يعني انسداد كامل بالشريان، لو تعيش لو ما تعيش. متأخر، المفروض هو واحد نابسوي خلال ساعة رأسا يجيبونه للمستشفى وسووا له قسطرة ويفتحون الشريان. بالعراق وين؟ وين اكو هيج مكان؟ ما في هيج مكان، لا حول الله. رغم إمكانية السويد المادية أقل من العراق، ولو العراق هسه مفلس. المهم ما نريد نحكي سياسة. بعد شنو من اسباب؟ اكو اضطراب بنبضات القلب، نوبات انت يوم من الايام تحس انه هيجي فجأة وجدتك واحد مثل ضربك شلاق على صدرك، هيجي تحس هيجي نبضة قوية طعم، هاي يسمونها ضربة الهاجرة. شنو هاي ضربة الهاجرة؟ هاي اللي فد يوم ان شاء الله يعني حاول انه ارادنا تخطيط اخطط لكم، يعني انا مدعلمكم شغلات والله حلوه. هاي مو خلينا نقول هيك دقات القلب 1 2 3 4، يعني خلينا نقول 60 بالدقيقه، 60 نبضه. انت عندك بين 2 تجي نبضه قويه طب وتفرغ الدم من القلب، هيك يعني ايش تسوي؟ فتحسها، هاي يسوي الم. هاي لا تخافون، هاي اللي يشرب شاي هواية، قهوة هواية، قلق، ستريس، يصير عنده هاي الحالة. يعني مية حتى يعني 50-60 مرة باليوم إذا صارت هاي الحالة، يعني إحنا أو عندك هاي النبضة الهاجرة، هاي مو مشكلة، بس أكثر من هاي مو زينة، لازم واحد يشيك لوش عندك هاي النبضة الهاجرة. لذلك طبعا هنا عندهم جهاز يشكله بالجسم، وتروح للبيت 24 ساعة تجيب لي جهاز نقرأ كل ما حدث بالقلب خلال 24 ساعة. زين عني، هذا موجود هنا، ما أعرف العراق جابوه ولا ما أعرف.
بس هذا يشيك، ولذلك هو الجهاز عندنا بالجهاز يعد لك ايش قد عندك صايرات الحالات هاي الضربات الهاجرة. وبعد اكو حالات ما اريد ادخل تفاصيلها، يمكن يعني مثلا ارتجاف الاذين هم يعني يسوي الم بال، يعني اكو حالات هوايه يعني علاقه بالنبض يسبب الام، المها يختلف مو مثل هاي اللي جرة هيك الذبحه اللي ينتقل لليدين والركبه، بس هذا ممكن نوبات تفقد الوعي مثلا تخرب هاي النبضات مثلا، او تحس بدوخه مسطول هاي اذا بيها دوخه او اغمى عليك هاي مو زينه، لازم تروح زين علي. اما اذا ضربه هاجره مره مرتين يعني مو مشكله، اليوم قلل الشاي قلل القهوه هيه. اذا مثل ما علمتكم من البدايه نعيدها، تقريبا خلصنا احنا الام الصدر قسمتكم اياها اول مره نفسيه وعضويه، نفسيه حاله نفسيه، والعضويه من الجليد وصلت لكم اياها الى القلب، مو تعتبون عليه. بعد اكو الام بالصدر يعني شلون يسمونها، هي مو بالصدر بس الاعصاب هي تغذي غير اعضاء بالجسم عيني، بس شنو المها بالصدر يصير، يعني شنو خلينا نقول عصب هو طالع من الدماغ او من النخاع العظمي يروح يغذي مثلا المراره ويغذي لك الظهر، فالالم اذا عندك مراره يصير الم عندك بالظهر، يسمونه بالعربي مار ريفيرد بين بالانجليزي مار بالعربي الالم يا ايه اسألوا ابو سينا ابو خلدون ما اعرف. فنرجع على هاي مثلا اذا واحد عنده قرحه هم ينوباس هي قرحه عنده يصير الم بالصدر، اذا واحد عنده مراره حسب المراره النوبات تسوي علامات فلذلك الطبيب لازم يفحص البطن، هاي نوبات حسوه بالكلى يسوي الم بالصدر زين عيني، التهاب البنكرياس هذا نادر اعوذ بالله، بالعراق نادر الحمد لله بس بالسويد هنا شائع لان يشربون كحول هوايه فيصير عندهم التهاب وحسوا بال، فهاي علامات اللي هي بالبطن، هي المشكله بالبطن بس الالم هم يعني يصير عندهم الم بالبطن ويصير الم عندهم بالصدر، يعني صدقوني ماكو واحد يفسخ هيك الامور مثلي، فسختها سويت لها يعني برياني سويت الموضوع مو شو تقولون اخواني، اريد تعليقات انتم اللي تشوفون وبعدين اللي راح يجون ويشوفونه اكتبوا لنا تعليقات جوا اسئله، انا اشكركم انتم تشكروني وانا اشكركم، انا اريد افيدكم وافيد نفسي همين افيد نفسي شلون، مو هذا الطريق مالتي طويل وانا صايم انا انعس من امشي اخفى انام، فخلينا نسولف وانا مشتاق لكم يا ريت انه نسولف يعني وجها لوجه، بس العدد يعني ما يكفي، فاني تقريبا هسه وصلنا زين عيني، واشكركم للي حاضر هسه واللي راح يحضر بعدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.